ترى الغايه وصلت لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقه ظهرت وبين انها قتلت. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، وتحيه هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفه العلاقه بينهم ايه؟ مفيش علاقه، كله كدب في كدب. انا ليه بقى يا بنتي اتجوزتي؟ انت ما بتضحكيش، ما تبطليش كدب، حرام عليك. عفه عفه. انت مين يا اختي؟ ايه ده؟ ست غزال، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ده شغل امن يا اختي، تنكر يعني، ما تعرفيهوش انت. تنكر؟ ارحب يا ست، يا ست غزال. نهار اسود ومنيل، عرفتني ازاي ده؟ جرايه يا ست، داخله كده يعني من غير لا سلام ولا كلام. مغاوري، انت عرفتني يا اخويا وانا داخله؟ الا عرفتي، وهل يخفى القمر برضه؟ نهار اسود ومنيل، امال الطرحه دي بتعمل ايه؟ دول اكيد عكشوني ولاد الهرم. هم مين دول يا اختي اللي عكشوني؟ مالكيش دعوه انت. قوليلي عملوا ايه في المصيبه بتاعتهم؟ والنبي ما نعرف حاجه، دينا قاعدين مستنيين. اه صحيح يا ست، ايه في ناس قرايبك جم وعصوا عليك. قرايبي؟ قرايبي مين؟ هما اتنين يا ست غزال، واحد منهم قله بس قري محبتين، والتاني عينيه في وسط راسه. يا نهار اسود ومنيل، روحتي فطيس يا باريزه. باريزه مين يا اختي؟ انت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. جرايه يا ست غزال، مالك كده؟ في حاجه مخوفاكي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مغاوري، انا يا اخويا وحدانيه، لا عندي اهل ولا قرايب، انا ما عنديش غير جوزي اسمه نبي حرص وصينه، اللي اسمه الاستاذ حافظ. يا حبيبتي حافظ، اسم الله عليكي، هو الاستاذ حافظ. لو حد تاني قال لك حاجه غير كده ورم له عينيه ولم عليه الخلق. يلا روح شوف اكل عيشك، وعايزه عينيك تبقى مفنجله قد كده اهو. حاضر يا ست، انا هفنجلهم لك على الاخر، ده انت تؤمري يا ست غزال. وانت روحي يا اختي اعملي لي اي حاجه كلها لحد ما ييجوا، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي، ما احنا ياما هنشوف في البيت ده. بتقولي حاجه حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بقول لك الاكل على النار وزمانه اتحرق. ايه اللي هيتنحرق؟ يبقى وسخ انت وخلوصي في يوم واحد يا قادر يا كريم. خير يا قبطان، تاخد عم حافظ وتطلع على البيت على طول. ماشي يا قبطان. انت هتروح فين يا عم؟ لازم اروح اشوف محامي، لازم اشوف صرفه للموضوع ده. مش كان المفروض المحامي يجي معانا دلوقتي؟ انا كنت اعرف انها هتتعك كده. ما ترد. طب خلاص انا هاجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش، روح معاه ما تعصبونيش. ايوه ما ينفعش ما تعصبوهوش، خلاص يلا بينا قبل الصحافه ما تشم خالص. لا يا عمي لا، مش ممكن نسيب البنت لوحدها هنا ابدا، مش ممكن يا عمر. مش ممكن. يلا يا تيمه ما تضيعوش وقت بقى، يلا. رجليا مش قادره تشيل، حاسه ان الدنيا كلها بتلف. ايه يا متر؟ انا جاي لك حالا. يلا يلا على البيت على طول، انا خلاص هوصلكم. يلا يا حبيبتي. ايه يا متر؟ حبيبتي يا بنتي. لا مش هينفع بالتليفون، لازم اجي لك حالا. يلا اتفضلي يا مدام، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. اوعى تكون بقى مخنصر منه حاجه كده ولا كده. عيب يا مدام، ده كلام برضه كده بقى. نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد، اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. معلوم يا باشا، ده كله هنا. اي غلطه ممكن تبوظ لنا اللي تعبنا فيه. اطمن يا باشا وحط في بطنك شادر بطيخ اقرع. ماشي، هو ده الكلام اللي انا عايزه. انت جاي هنا تعمل ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يلا مار يا بنتي، نسمع الاول. مش عايزه اسمع اي حاجه يا ابوي. هو انا مش عايزك تسمعيني، بس انا كان لازم اتكلم وكان لازم اجي لك لحد هنا. انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ دي اخره معاملتي كويسه ليك، واخره عطفي عليك تعمل فيها كل ده، تتفق عليا بمؤامره قذره. طب هي بتكرهني وبتغير مني، انت طوعتها ليه؟ عشان بحبك. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مقدر انك في بيتي، ما تخلينيش اغضب عليك. انا بقول الحقيقه يا عم الشيخ. اللي يحب عمره ما يأذي. لو يأس ممكن يعمل اي حاجه. سلمى فهمتني ان بالطريقه دي انك هتطلقي من عمر وتضطري تتجوزيني. اضطر اتجوزك يا حيوان يا قليل الادب. لا مار تعال. لا لا مار، غور من وشي، غور، مش طايق اشوف وشك، غور. اسمع يا ابني، فكان ما جيت خد بعضك وارجع قبل ما ينفد صبري.
رحت للدكتور عمر وقلت له على كل حاجة. ايه؟ رحت لعمر؟ كان لازم يعرف انك اشرف انسانة في الدنيا. كان لازم يعرف ان في شيطان هو اللي راكب دماغي وخلاني اعمل كل ده. اسمع يا ابني، الكلام ده ملوش فايدة دلوقتي. انا همشي، بس انا مش عايز اسمع منك حاجة واحدة بس. امشي يا فضل، امشي. انا غلطت غلطة كبيرة قوي، واديني بدفع تمنها كل يوم. ابوس ايدك تسامحيني، اوعدك انك مش هتشوفي وشي تاني. هجيب شويه حاجات وجاي يا مغاوري. ما تاخرش يا علي. فلانك فلانك، بص انت نايم يا فلانك. لا بص ده مفيش دبانه دخلت ولا خرجت. بص وانا ده الدبان كله على وشك يا فلانك. معلش انا مش عارف اعمل فيك ايه يا فلانك. معلش مش نافع في اي حاجه خالص. معلش يا بص، يلا خش على صاحبك. يلا نستخدم معاه 63 على 4. مش كتير عليه يا بص. لا مش كتير عليه، ما تلنجرش انت بس. يلا حط الكمامه. جود مورنينج يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. شرحوا. اهلا وسهلا. ها هنا صحة القتال. فلنا تبارز. فلنا تبارز. ايه يا جدعان تبارزوا بعيد انت وهو من هنا يا قال. ايه دي؟ انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو؟ هنقول لك بنعمل ايه. تعال يا اخوي. خش يا اخوي. رايح هنا. ليتس جو فلانك. ماشي. من هنا يا ابني. ايوه مين الاول يا بنت عم تشتغل؟ ليه هو مغاوري على رجل الكنبه بره؟ ايوه يا اخويا، هو احنا نايمين جنب الباب؟ يا اختي ولا كلمه. ايه ده؟ انتوا مين؟ هو انت مش خايفه من اللي انت شايفاه ده خالص؟ لا خالص. طب ستك فين؟ ستي مين؟ باريزه. باريزه قصدك ستي غزال؟ اي حاجه. طيب قول لي بقى يا اخويا، هو انتوا قرايبها اللي جيتوا قصيتوا عليها؟ اعتبرينا كده. قاعده بتاكل جوه، اغرف لك معاها؟ فلانك قوم. انا بص بس العجله دي بسرعه هتاخد وقت مننا. بص اخلص يا فلانك. ولوزي. لا 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 لا، بلع اللقمه. روح امك لا تشرقي وترحمك مني. كفايه كفايه كفايه. تخلعي مني يا بت. تلبسين العمه. فاكر روحك هتزوغي مني؟ ها؟ لا والله العظيم. بس انا قلت لك ايه قبل كده؟ قلت لك ايه؟ قلت لك انا الملك وانت الكتابه، يعني في ظهر بعض طول العمر. اصل انت قلبت السي دي وبعتيني، صح؟ لا والله انا اقدر ابيعك، ما اقدرش ابيعك يا ابني. كل اللي حصل ده ايه؟ ها؟ خلوصي. خلوصي يا باريزه. ما كان قصدي اعمل حاجه خالص يا خلوصي. كله تمام يا بص. فسيت البيت؟ عجنت. عينك زغت يا بنت الهرم على العز. صحيح، شايف هذا فلانك؟ عز ايه ونغنغه ايه وفراخ ولحمه، لكن خلوصي تغور وتغور ايامه. عادل ادهم يا بص. ما البني ادم ما يملاش عينه غير التراب يا فلانك. اسمعني بس يا خلوصي اسمعني، انا برضك باريزه. ما انا عارف انك باريزه، وانا بقى اللي هفك الباريزه واخليها صاغتنا ممسوحه، يعني ولا ملك ولا كتابه، براني يعني. ليه بقى اروح امك؟ عشان اما ارميكي تردي لي تاني. هتعمل ايه يا اخويا؟ هيعمل الصح. لا انا المره دي هعمل غلط يا فلانك. ايه؟ تقلق يا فلانك؟ باريزة تقلق من عز يا فلانك؟ على مين؟ وانا اصحابي اللي شاور يا بص! يا مغاوري مغاوري انزل. حاضر يا ستاني. تلاقيه مقيل كالعاده. مقيل هو ده وقته؟ ايه ده؟ الحاج ستاني
الحس حافظ مغاوري متربط ومضروب شكلها فيها حراميه. تقول ايه؟ حر اسود. حراميه ايه؟ يا نهار اسود. يا ربي احنا ناقصين المصايب اللي عماله تتحدد. ايه ده؟ بنتي هنادي، هنادي اللي حصل في مغاوري من هنادي كمان. يا هنادي قومي يا ست، لازم نطمن الاول يكونوا سرقوا حاجه ولا كده. بهدلوا الواد اللي بره خالص. بص يا عم. ايه ده؟ الحق هنادي. هنادي يا بنت. هنادي الخيبة يا ربي، هو اللي بيحصل لنا ده؟ قومي يا بنت. بنت بنت عايشه، عايشه لسه الحمد لله. ايه يا بنت اللي حصل لك؟ الحراميه يا ستي. طب حصل لك انت حاجه؟ لا لا، جريوا جريوا الحمد لله. طب هما كانوا بيعملوا هنا ايه؟ كانوا جايين للست غزال. غزال؟ وهي غزال جت هنا؟ ايوه يا سيدي، كانت جايه تطمن عليكم. تطمن علينا؟ راحت فين؟ راحت فين الطائر؟ ما انهم خطفوها. ما قدرتش اروح. هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم البنت ضاعت والمحامي ما قدرش يعمل لها حاجه. اقول لهم القضيه لابساها لابساها. اقول لهم ايه يا ربي؟ لقيت نفسي ماشي ورجليها جابتني لحد هنا. بيتك ومطرحك يا كابتن، احنا نبديك بروحنا يا كبير. يا عيني عليك يا قبطان، ده انت تعبان قوي. تعبك راحه يا اختي. اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ اشمعنى؟ هو مفيش في الدنيا دي غيري؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه يا ربي؟ عملت ايه؟ ليه بيحصل معايا كده؟ طب استهدى بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. اهدى يا قبطان، اهدى مش كده. اهدى انت يا اختي مش كده. يا قبطان ما تقولش كده، دي غمه وان شاء الله بعد بكره هتنزاح. ده اختبار من السماء. محدش يقول لي الكلمه دي. اختبار ايه؟ هو مفيش غيري في اللجنه؟ طب ريح يا اخويا ريح، ده انت على اخرك كده. رزه ناوياها ناوياها. ليه يا اخويا؟ اطلع منها انت. انا خلاص مبقاش ليا طاقه لكل ده بجد، ما بقتش قادر. مش معقوله كل ما اخرج من مصيبه اقع في مصيبه انيل منها. طب استهدي بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. انتوا مصدقين يا اخوانا اللي بيحصل لي؟ هو انا وحش قوي كده؟ حاشا لله. يعني استاهل اللي بيجرى لي ده؟ حاشا لله. هو انا شيطان مثلا؟ لا 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 لا، هو مش انا اللي بغلط لوحدي في الدنيا يا جماعه؟ ما كل الناس بتعك، اشمعنى انا؟ مش كده يا كابتن، انت هتكفر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده، استغفر استغفر وريح. يا عيني عليك يا قبطان. بتقول له يا عيني عليك يا قبطان مش يا اخويا. انا كده ابتديت. العظيم يا رب. استغفر الله. استغفر الله يا قبطان، استغفر الله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ماشي. أنت رايح على فين؟ ما أنت قاعد وسطينا كده ومريح. دي فيها بيات يا معلم. دي بتقول له وسطينا. طمن يا معلم، أنت أخويا. يا ريت. فهيم يا أبطال. أنا لازم أشوف محامي، هلف البلد كلها أشوف محامي. لازم تخرج، لازم تخرج. عايز إيه؟ جاكيتة. إيه؟ خد. استحق الحق المحامي. قبطان تعالي. تعالي يا حالم. ياه، توب علينا ربنا. عارف انت بتحكي ولا بتعيطي؟ تفتكر هتفرق يا رب؟ تحب دنيا كراكيب مش فارقه كتير. وبعدين بقى احنا كده هنتاخر، وبعدين انت جبتيني على عمايه وانا ما اعرفش حاجه، وقلتي لي اسيبك لوحدك، واديني سبتك مش قادره اسيبك اكتر من كده. يلا يا حبيبتي يلا. عارفه احلى حاجه في الموت ايه يا رب؟
ساكت ما تكلمش في دقايق يا دوب حفرة لما جتت الواحد وردنا عليه كل بلاوي. طب يلا حبيبتي يلا قومي نروح. احنا النوم ملهاش قومة تانية يا رب. جسمي بيرتاح المخ بيفصل قلبي بيسكت هو كمان ساكت. يلا حبيبتي نمشي المكان هنا هو مفيش حد غيرنا واحنا بنات لوحدنا. خايفة يا رب؟ طبعا خايفة وكمان خايفة عليكي. اللي انت بتعمليه ده مش كويس علشانك واخرته وحشه. يلا حبيبتي عشان خاطري هيحصل لي اكتر من اللي حصل. بابا مات سابني مش راجع تاني ساب وراه فضيحه وقضيه بس اني فرقت. هيحصل لي ايه تاني يا ابني؟ خلينا هنا قاعدين مع الأموات. خلينا يا رب. بس بابا ما كانش بيحب ياكل السمك. خلصي؟ عملك الاسود اللي طالع لك في كل حته. انا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ جيت زي اوسخ كيس زباله متلقح على ظهر عربيه كارو. يا خلصي فهمني فهمني بس انا انت عايزه الدبح على امك وحياه امك. بص يا باريزه انا قلت لك قبل كده كلها شوارع مفتحه على بعض وكله سالك على كله هتروحي فين مني يا بنت الشوارع؟ يا اخي انت ايه؟ انت ايه؟ انت لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل ما تقتلني بقى الوجه اللي عدتني. ما انا ممكن اعتقك يا باريزة بس هما مش هيعتقوكي عايزين يقتلوكي يا بنت الكلب. فوي يقتلوني؟ مين دول وليه؟ انا مكرر عليك يا باريزة ومدفوع لي العربون وادي القرشينات هي على حضني. صدقها شميها يمكن تفوق. عرفت لما بتخرجي مرتع خلوصي بيحصل في امك ايه؟ كفايه بقى كفايه. لو عايز تقتلني اقتلني وخلصني من الدنيا دي انا مش هتفرق معايا اقتلني يا بنت الكسله. لو عايز اقتلك كنت خلصت عليكي وانت مغفله من ايديا. طول عمري مغفله من ايديك عشان بحبك سبت لك روحي دوست على جدتي اديتك الامان بدل المره 100 كل مرة كنت بتبيع وتشتري في أمي اللي خلفوني. أنا معرفش في الدنيا دي غير الشارع غير الشارع اللي أنت ورمطتني فيه. حتى اليوم اللي جيت أهرب منك فيه رحت نفس الحتة اللي أنت تاوتني فيها غميت عيني ورميتني رجليها بالسكك تنحش فيا وأنت تقبض وتيجي آخر الليل تضحك عليا بكلمتين تقولي ما حدش مسك الشمشمة زي ما تكون الشمشمة مش لما وسخت الليل. عايز تعمل فيا ايه تاني؟ حرام عليك حرام عليك يا تاني بقى. فينا طمني المحامي قالك ايه؟ سيبك من المحامي دلوقتي. ايه الكلام اللي بيقوله مغاوري ده؟ وبلغتش البوليس ليه؟ البوليس ايه بس دلوقتي؟ هو ده وقته؟ حبت قلاديش من عينة مرات عمك شبهها كده كانوا قصدينها هي وهيغارت في 60 داهية. سيبك من القرف ده كله وطمني المحامي قال لك ايه؟ وفي ايه؟ مالها عمالة تقفل من كل حتة كده؟ هي كانت ناقصة كمان أشكال زي دي تدخل بيتي. الزبالة ما تجيبش لك لب السكة دي آخرة ما جايب عمك وكنت زعلان قوي لما طردت وطردتها. ارحميني بقى ارحميني بجد أنا مش ناقص. أنا كمان مش قادرة استحمل مش قادرة استحمل إني سمحت
بنتي اللي انا ربيتها يطلع منها ده كله ليه يا سما كده؟ عملنا فيك ايه؟ انت متربيه بنت محترم بقى البنت بنت امبارح يطلع منها البلاوي دي كلها ليه بس كده يا ربي؟ لا انا هتجنن. عملت كده امتى وازاي وليه؟ سألتها نفس السؤال قالت لي كانت بتلطش عشان احنا كنا ملايين عنها كل واحد اتلهب اللي ليه ونسي اللي عليه. عمري ما اتلهيت عنكو، عمري ما اتلهيت عنك يا سما. انا كنت لافة وراك زي المخبر، كنت بسأل عنك كل شوية وراكي بالتليفون، رحت عند اصحابك اكلمك واعرف اخبارها منهم واسال عليها زي الدبان وراكي، افضل ماشي وراها في كل حته ومن غير ما يتحس قفشتها مره واتنين وتلاته، ما حبيتش اكبر الموضوع عشان انت ما تعرفش تحصل مشكله، ولما اقعد واحده مع نفسي اقول البنت عيله وبكره تكبر وتعب. العيلة الصغيرة كبرت واتجوزت وبقت متهمة بجريمة قتل واحنا بعيد عنها. انا عارفة ان انت عاوز تشيلني الذنب كله لوحدي عشان دي المرة الوحيدة اللي فكرت فيها لنفسي واتجوزت الانسان اللي بيحبني وبحبه. قولها يا عمر من غير لف ولا دوران، قولها، قول لي انك كنت عاوز تعيشني هنا خدامه بقيت عمري عندكم في البيت وارضى بلقمتي والعيشه اللي انت كنت معيشاني. اخر حاجه كنت اتوقعها ان ممكن يجي اليوم ان بني ادم يقف بيني وبينك. يا يتيمه يا غازي، قدر في كام شهر انه يغيرك ناحيتي ومسح عمري كله بستيكا. عندي لفة محامين كتير أوي، يمكن ألحق أخدك. مش رايحة مش رايحة مش رايحة. عايزة حاجة يا صفو؟ لا لا مش عاوزة حاجة، أنا قلت لها مش عاوزة حاجة. امال ايه اللي كان مخرجك من اوضتك دلوقتي؟ مفيش، انا عاوزه انام، انا خلاص خلاص هنام. حبيبتي لو عايزه حاجه قوليلي. لا مش عاوزه حاجه، انا خلاص خلاص هنام. طيب انا اللي لادي معاكي وهعدي عليكي تاني اطمن عليكي. وهي قاعده القعده دي ودمعتها ما نشفتش من على خدها. طيب طيب
انا عليك يا سيدي حافظ مني وما بتهون عليها. دي الست خلاص استوت على الاخر، استوت. احنا خلاص انا في البيت استوت. ما حدش يقول كلمه حق في البيت ده، صح؟ حاضر حاضر. طب اهون عليك ازاي وانا عايز اللي يهون عليا؟ عشان اللي حصل للغندوره بتاعتك؟ لا، عشان اللي حصل لكل اللي بنحبهم. ولقيتها دي بنت غلبانه ضايعه، ما صدقت لقيت واحد مسكت في ديله عشان تداري تحت جناحاته، وده اللي مخليني ألف وأدور عليه علشان ألحقها. هو عمر لسه ما جاش؟ عارفة يا تينا، كل ما أقول خلاص الدنيا بدأت تضحك، حتى لو بتندع ضحكة صغيرة تلاقيها بتضحك علينا مش لينا. لا هو توعي، عارفه انت لو وقعتي كلنا هنقع. انا بموت يا عم. سما وحشتني قوي. البيت ملوش طعم من غيرها. اسف اني جيت من غير ميعاد كده الصبح. الكلام ده ما يتقالش بينا يا عمر. مالك، هو انت تعبان؟ شكلك مش نايم من امبارح، صح؟ يعني شويه مشاكل عادي. مشاكل ايه بقى؟ الشغل ولا في البيت؟ نمضي على ده. أنا عرفت الحقيقة. والله؟ طب كويس. حقيقة إيه بقى؟ اللعبة الحقيرة اللي عملتها صاحبتك. ومين اللي قالك؟ فضل. فضل؟ صدقت فضل يا عمر؟ وأنا ما سمعتنيش. حد مكاني كان هيعمل كده واكتر كمان. عارف يا عمر، قعدتي هنا خلتني اكتشف حاجات كتير. عارف انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ايه؟ ان اتسرعنا قوي في الجواز. ايه؟ اكتشفت انك ما بتحبنيش؟ بالعكس، دي أكتر حاجة أنا متأكدة منها. أنا حبيتك بجد، وإنك برضو حبتني. أمال اكتشفت إنك اتسرعت فيه؟ الحب لازم ثقة تتبني علشان تشيل البيت وتحمي الجواز، وده اللي إحنا ملحقناش نعمله. علشان كده ضعنا في أول مطب شك قابلناه.
لمار، ربنا وحده اللي عالم انا جاي لك وانا فيا ايه، وشايل جوايا قد ايه، وتعبان قد ايه. انا لا حمل فلسفه ولا حوارات ولا من هذا. انا جيت لك لما حسيت ان المفروض اجيلك وحقك اني اجيلك، مهما كانت الظروف اللي انا فيها. انا مقدره مجيئتك دي، بس تفتكر ان ده كفايه عشان نرجع لبعض؟ اللي حصل يا لمار انا ماليش ذنب فيه. ولا انا ليا ذنب فيه. مع ذلك انا شلت الذنب كله لوحدي، لوحدي يا عمر. قرارك الاخير؟ سيبني لم نفسي واصلح اللي باظ فيها واتكسر. انت ما تعرفش اهانة الشك دي بتعمل ايه في قلب الواحدة. بتحس كل يوم بالقهر والذل والاهانة. واضح ان ما كانش المفروض اجي دلوقتي وانا في الحالة اللي انا فيها دي. المفروض في كلام كتير اقوله، بس مش قادر اقول حاجه. اشوف وشك بخير عمر. خلي بالك من نفسك عشان خاطري. غازي ما راحش الشغل ليه؟ عايزه اقول لك يا ستي من الصبح على القعده دي وهاري نفسه قهوه وسجاير. طب اعمليها كمان قهوه بسرعه. حاضر. يا غازي ما روحتش الشغل ليه؟ يا خبر، ايه كميه السجاير اللي انت شاربها دي كلها؟ يا حبيبي قد كده زعلان عشان سما؟ سما ربنا معاها وان شاء الله تطلع منها. امال في ايه؟ مفيش حاجه، انا هقوم اشوف شغلي. لا لا لا، استنى بس قولي مالك. انت كنت امبارح كويس قوي، ايه اللي حصل؟ لما لقيتك مخنوقه وتعبانه عشان اللي حصل لسما ما كانش ينفع انا اتكلم او اقول اي حاجه. يبقى في حاجه، قول اتكلم. فيك ايه؟ مفيش حاجه يا تينا، بقى انت مش ناقصه. لا انا مش هسيبك الا ما اعرف في ايه. انا في كارثه، ويمكن اتسجن علشان عليا مبلغ كبير قوي. عمر سامة. انا هموت هنا يا عمر. انا خايفة قوي. ليش ده وضع مؤقت، اكتر من المحامي قال لي الكلام ده. انا مش عارفه يعملوا فيا ايه. ولا حاجه ولا يعملوا فيكي حاجه. ما تخافيش، مش تعالى ودي، تعالى ودي، ما تخافيش وطمني خالص. طمنيني عليك، انت تاكلي وبتشربي، انا ببعت لك اكل كل يوم. طمنيني، انا مش عارف انام يا سما. عارفه ان انا سبب المشاكل اللي انت فيها دي كلها، سبب القرف ده. بس انت مهمتك تغلطي وانا عشان عندك، اتفقنا؟ مش انا اخوك الكبير وده مش وقت حساب دلوقتي خالص. انا سرقتني السكينه، ما كنتش حاسه انا بعمل ايه لحد ما لقيت نفسي هنا. معلش حبيبتي ولا يهمك، ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص. المهم طمنيني عليكي، ناقصك ايه اجيبه لك هنا؟ محتاجه اجيب لك ايه؟ عايزه افضل في حضنك لحد ما اخرج من هنا.
لو سمحت يا أنسة. خير، مين حضرتك؟ المقدم أحمد حسام، مباحث القاهرة. مالك يا حضر الضابط؟ داخل علينا كأنها شقة مفروشة، دي عيادة وفي ناس عيانين كتير. مش عايز رغي كتير لو سمحتي، دي عيادة الدكتور عمر النواوي. خير يا خلال، في إيه؟ في إيه اللي حصل؟ يا جماعة يا ريت كل واحد يخليه مكانه بلاش شوشرة. لا محتاجين نفهم في إيه اللي حصل؟ لو سمحت. خير يا جماعة، في إيه؟ أنت الدكتور عمر النواوي؟ أيوة أنا. طب اتفضل معانا لو سمحت. اتفضل معاك فين يا حضرة الضابط؟ من فضلك يا دكتور، من غير أي شوشرة. اتفضل معانا. طب ممكن أفهم فيه؟ في أمر بالقبض عليك.